السلام عليكم ورحمة الله. طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم طلابنا أينما كنتم، سواء طلابي في منصة أساس أو خارج منصة أساس. طبعا إن شاء الله رب العالمين لا تنسوا تعملوا اشتراك للقناة، قناتنا على اليوتيوب قناة الأستاذ خالد الرئيس، وتنضموا معنا على صفحتنا على الفيسبوك العلوم مع الأستاذ خالد الرئيس، واللي نشتغل احنا وياكم تحت مظله منصه اساس التعليميه ان شاء الله رب العالمين. طبعا اليوم زي ما وعدناكم راح نصور لكم تلخيص عن وحده العلوم الارض والبيئه، الوحده الرابعه اللي كانت مرحله من الفصل الاول للصف الثامن. طبعا هذا العلم علم رائع وعلم جميل وعلم أمام أعيننا، ممكن نرفضه بأي لحظة وممكن نحس فيه في أي لحظة. فعشان هيك إحنا قررنا أن نصور لكم هاي المادة، وغير هيك أنتوا راح تستفيدوا منها لقدام شوي. طلابنا بالصف التاسع والعاشر والأول ثانوي تقريبا، ف راح تستفيدوا منها، فكونوا معنا وهي أو يلا بينا. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن علوم الأرض والبيئة، علوم الأرض والبيئة، هذا العلم اللي بيختص بدراسة طبقات سطح الأرض وما عليها من بحار، محيطات، أنهار، تضاريس إلى آخره. طيب طبعاً إحنا كالعادة بنعرج على ما يتضمن الدرس أو الدروس بشكل مستعجل، ومن ثم ندخل في الدرس الأول. طبعاً الفكرة العامة من هاي الوحدة اللي راح نتحدث فيها عن العمليات الجيولوجية العدة وكيف بتأثر في تغيير بتضاريس سطح الأرض وتكون تضاريس سطح الأرض وكيف بتكون الموارد المعدنية، فبالتالي راح نتطرق إلى ثلاث عناوين: الصفائح التكتونية وحركاتها وما ينتج عنها من حركات تباعدية وتقاربية وجانبية، وكيف بتساهم هذه الحركات في تغيير معالم سطح الأرض. الدرس الثاني راح نتطرق للموارد الطبيعية، والدرس الثالث راح نتطرق للاستدامة للموارد الطبيعية. أنا عندي غرض بدي أستفيد منه، بدي أخلي الأجيال القادمة تستفيد منه. إذن أنا بدي أعرف كيف الغرض هذا إجالي عن طريق الدرس الأول الصفائح التكتونية. هذا الغرض من نشبهه بالموارد المعدنية، هاي الموارد المعدنية أنا بدي أستخدمها وبدي أنا ألحق الضرر فيها، وبدي أخلي الأجيال القادمة تستمتع أيضا بالمحصول هذا. فإذا راح نعمل على استدامة الموارد الطبيعية. إذا هاي ملخص شامل للثلاث دروس اللي راح نعرج عليهم. تقريبا الدرس الأول طويل راح نقسمه لجزئين، فإن شاء الله راح اليوم نشرح لكم جزء والجزء الثاني في الدرس الحصة القادمة. طيب كلنا نعرف البحر الأحمر والبحر الميت، هاي المظاهر الجيولوجية تكونت قبل 35 مليون سنة. لم يكن البحر الأحمر موجود أو البحر الميت، وإنما وجد بفعل الحركة التباعدية والجانبية للصفيحة العربية والصفيحة الأفريقية. أستاذ أنت ستوب، أنت حكيت عندي كم من مصطلحات أنا مش مستوعبهم: صفائح، قشرة، حركة تباعدية، حركة تقاربية، حركة جانبية، ايش اللي تحكي لنا فيه؟ اوكي احنا فهمنا انه 35 مليون سنه مده زمنيه طويله، والبحر الاحمر والبحر الميت ما كانوا موجودين. طب شو اللي صار؟ اللي صار كالتالي: انه في عندنا حركات، هاي الحركات قائمه على تحرك الغلاف الصخري او اللدن في باطن الارض، وبالتالي تكونت هذه المظاهر. لا تخافوا، ما راح نترككم، راح ابسط لكم المفاهيم كلها واحده واحده. ننتقل للدرس الاول. الدرس الاول طبعا احنا هاي الحصه الثانيه بصورها لهذا الدرس. الحصه الاولى من النفات اللي صارت معنا انه انا كنت بسجل وما في صوت، فان شاء الله رب العالمين هاي الحصه تزبط. طيب نيجي على الدرس الاول. الدرس الاول بيحكي عن الصفائح التكتونيه وحركاتها. شو نظريه التكتونيه او النظريه التكتونيه الصفائحيه؟ لو اجينا انا معي هاي الورقه، الورقه هاي بنعتبرها الغلاف الصخري للارض وما عليها من بحار، قشرة إلى آخره. طلع الآن بدي أحركها، حركتها يمين شمال، القلم بتحرك معي يمين شمال. القلم بدي أشبهه بالصفيحة، وهذا هو الغلاف. الغلاف يتحرك، إذا ما عليها من مواد راح تتحرك. كيف يعني؟ فسره كل شيء. أول شيء بدنا نعرف إنه العمليات في باطن الأرض مقسمة إلى قسمين.
أو العمليات في باطن الأرض، عمليات جيولوجية داخلية وأخرى خارجية. من العمليات الجيولوجية الداخلية هم البراكين والزلازل، والعمليات الخارجية اللي هي لها علاقة بالحت، التعرية، التفسيب، اللي هي مراحل تكوين الصخر الرسوبي. هذا الناس يا أخي اللي عدم، إحنا نهتم بس بالبراكين والزلازل. طيب هاي العمليات بشقيها، العمليات الباطنية والخارجية، تؤدي إلى تغيير معالم سطح الأرض. هاي وظيفتها، وظيفتها تغير من معالم سطح الأرض. بلد إخبيه مش بمراض الطوش، يجي واحد يقول لك أضربك كف أغير معالم وجهك، منطقيا يعني نحكي باللغة تاعتنا، اللغة تاعت الطوش مش تاعتنا يعني، تاعت الأطفال والأولاد. هو مش فاهم معنى هاي الجملة، ولكن إلها معنى عميق، إنه في عندي عملية بتغير من تضاريس سطح الأرض. الله بعدنا عن الطوش إحنا وياكم طبعا. هاي العمليات اللي هي الزلازل والبراكين لما يصير في باطن الأرض بتأثر على سطح الأرض، من تكون للبحار، تكون للأنهار، تكون للجبال، تكون للجزر البركانية، تكون للصفائح، تكون وتكون إلى آخره، رح نتعرف عليهم بالدرس هذا. فبالتالي قبل فترة إحنا كنا نسمع عن زلازل صارت في إربد. طب شو الزلازل هاي؟ هي إحنا واقعين على صفيحة، هاي الصفيحة مشتعلة دائما عندها زلازل، صفيحة الصفيحة العربية مع الصفيحة الأفريقية اللي هي حد البحر الميت أو حدود حفرة الانهدام اللي تكونت نتيجة البحر الميت. فبالتالي هاي الحركات كلها بتأثر على سطح الأرض. فقبل 35 مليون سنة لم يكن كل من البحر الميت والبحر الأحمر موجودين. هاي من المعلومات اللي ممكن تكون عابرة بالنسبة لك. فسر العلماء، طب إيش فسر العلماء؟ فسر العلماء تكونهما من خلال نظرية التكتونية الصفائح، أو نظرية تكتونية الصفائح اللي بتنص على إنه هاي مهمة. وهي نصها، نص التي تشير إلى أن الغلاف الصخري بنوعيه الغلاف القاري والمحيطي مقسم إلى أجزاء عدة مختلفة في الحجم والشكل تسمى الصفائح التكتونية، والتي تتحرك بالنسبة إلى بعضها بعض فوق غلاف لدن. هذا نص النظرية كامل. إذا نظرية الصفائح التكتونية بتنص على أن الغلاف الصخري والغلاف الغلاف الصخري بنوعيه القاري والمحيطي مقسم إلى أجزاء، وهذه الأجزاء مختلفة في الشكل والحجم تسمى صفائح تكتونية، والتي تتحرك بالنسبة إلى بعضها فوق الغلاف اللدني. إذا هذا هو نص النظرية. طيب نيجي نشوف طبعا هاي هذا الحكي اللي هو بفسر لنا تكون المحيطات، تكون البحار، شوف الصفائح. طبعا احنا بنتكلم صفيحة بالتوزيع الجيولوجي وليس قارة بالتوزيع الجغرافي. في فرق ما بين القارة والصفيحة. راح تقول لي استاذ هنا الصفيحة الافريقية معناتها هي نفس الصفيحة او قارة الافريقية؟ لا، الصفيحة الافريقية تطلع هنا في اجزاء من فلسطين، اجزاء من فلسطين تابعة للصفيحة الافريقية، لكن فلسطين تابعة لقارة اسيا. فاذا قارة مختلف تماما عن كلمة صفيحة. تمام. تختلف الصفائح التكتونية في مساحتها، هاي من الأمور اللي لازم تعرفها. فمنها صفائح كبيرة مثل صفيحة الهادي، ومنها متوسطة المساحة مثل الصفيحة العربية، ومنها صغيرة المساحة مثل جوان دي فوغا. هاي صفيحة جوان دي فوغا، وهاي الصفيحة العربية متوسطة المساحة، والصفيحة الكبيرة منها اللي هي صفيحة الهندي أو صفيحة الهادي. هاي صفيحة الهادي، بس خلينا ننزل صفيحة الهادي، محيط الهادي تقريبا هياتها. هاي الصفيحة تقريبا صفيحة الهادي، شوف إنها كبيرة جدا. فبالتالي وهاي الصغيرة اللي هي صفيحة جوان دي فوغا. إذن هاي كاملة صفيحة الهادي، هيها شوف ما أكبرها، بينما صفيحة جوان دي فوغا هياتها الصغيرة هاي. طيب إذن عرفنا مفهوم الصفائح. الصفائح هي أجزاء صغيرة من الغلاف الصخري القاري والمحيط. هاي تعريف الصفائح، نكتب لكم إياه في الأعلى. إذن الصفائح هو أجزاء صغيرة من القشرة المحيطية والقارية. هاي هي تعريف الصفيحة. طيب نيجي الآن على اللي هو خصائصها. تنقسم القشرة القارية لقشرة محيطية وقشرة
قارية، وتصنف الصفائح التكتونية تبعا للقشرة المكونة لها. يعني أول شيء بدك تعرف أنه أنا عندي القشرة الأرضية مقسومة إلى قسمين، قشرة قارية وقشرة محيطية. قارية يعني على القارة يابسة، والقشرة المحيطية تحت البحر المحيط إلى آخره. هاي القارية تقريبا مكوناتها هي جرانيتية، البازلتية رايحة للمحيطية. فهنا في مقارنات راح نقارن بيناتهم، الصفيحة المحيطية والصفيحة القارية. طب كيف؟ هسه يا أستاذ أنت قلت قشرة محيطية وقشرة قارية، طب كيف صارت صفيحة محيطية صفيحة قارية؟ القشرة القارية تكونت فأعطتني صفيحة محيطية، القشرة القارية تكونت فأعطتني قشرة أو صفيحة قارية، القشرة المحيطية تكونت فأعطتني صفيحة محيطية. هذا اللي صار. طيب نيجي على القارن أو المقارنة بيناتهم. الصفيحة المحيطية، الصفيحة المحيطية تسمى الصفائح التي تتكون جزءها العلوي من القشرة المحيطية بالصفائح المحيطية. هي واحد، إذا واحد تتكون جزءها العلوي من القشرة المحيطية. تتميز بأن كثافتها 3 جرام لكل سنتيمتر مكعب، وصخورة تتكون بشكل أساسي من البازلت. هاي هي الصفيحة المحيطية. بين الصفيحة القارية تسمى الصفائح التي تتكون جزءها العلوي من القشرة القارية وأجزاء من القشرة المحيطية. طب يا أستاذ ليش ما في قارية لحال؟ لأنه معظم أو 90% من الصفائح القارية موصولة مع البحار أو مع الصفائح المحيطية، فبتلاقي في جزء من الصفيحة القارية مغمورة تحت الماء، جزء مختلط زي هيك، جزء مختلط. هاي صفيحة قارية، هون جزء المختلط، هون صفيحة محيطية، تمام؟ طيب الصفائح القارية وتتميز بأنها كثافتها 2.7 جرام لكل سنتيمتر مكعب، وصخور تتكون بشكل أساسي من الجرانيت. إذا في عندنا 3 متغيرات، 3 أوجه مقارنة ما بين الصفيحة المحيطية والصفيحة القارية. كيف يعني؟ 1 المفهوم، 2 الكثافة، 3 اللي هو الصخور المكونة. الصخور الصخور المكونة، هذول 3 مفاهيم ممكن تقارن بين الصفيحة المحيطية والصفيحة القارية بينهم. طيب مع ملاحظة أنها لا توجد صفيحة مكونة من جزء قاري فقط، هذه الملاحظة اللي قبل شوي حكينا لكم إياها، دون وجود جزء محيطي فيها، لذا تسمى الصفائح القارية المحيطية. أتأمل الشكل 2 وألاحظ الفرق بينهما. طيب شوف الفرق بيناتهم. أنا عندي هنا صفيحة محيطية وصفيحة قارية. دائما وأبدا الكثافة الأعلى تغوص تحت الكثافة الأسفل، دائما عند التقاء نوعين من الماء، عند التقاء نوعين من الهواء، عند التقاء نوعين من الصخر، دائما وابدا عند التقاء اي نوعين من المواد، مثلا زيت وماء، في عندنا مثلا الزيوت بشكل عام، في عندنا لما تختلط مع الماء البنزين مع الماء، في عندنا مادتين مختلفات بالكثافه، فبالتالي دائما وابدا الاعلى كثافه تغوص من تحت الاسفل او تغوص اسفل الاقل كثافه. هنا القشره القاريه حكينا كثافتها 2.7 جرام لكل سنتيمتر مكعب، بينما هنا 3 جرام لكل سنتيمتر مكعب. فدائما القشره المحيطيه الاعلى كثافه تغوص اسفل القشره القاريه. طبعا لاحظوا الصفيحه القاريه ممتده من القشره القاريه الى الستار العلوي، والصفيحه المحيطيه ممتده من قاع البحر الى اعلى الستار العلوي. هذول الصفيحتين اللي نتكلم عنهم، هاي مكونه من قشره محيطيه وهاي مكونه من قشره قاريه، وما بينهما خليط ما بين الثنتين. طيب نيجي الان على الحركات اللي احنا راح ندرسها. حركه الصفائح، حركه الصفائح والمظاهر الجيولوجيه الناتجه عن هذا الموضوع راح نختمه بالكامل ونسكر حصتنا. تتحرك الصفائح التكتونية بالنسبة لبعضها بعضا، وبناء على ذلك تتكون 3 أنواع من الحدود. شو الحدود؟ اللي هي نتيجة تحرك الصفائح. أي صفائح؟ الصفائح المحيطية والقارية. طب من أين جت الصفائح؟ من القشرة المحيطية والقشرة القارية. تمام؟ طيب الحدود المتباعدة. الحدود المتباعدة هذا الكلام بالكامل هنا ملخص بالصورة، نحفظه بالصورة نشوف. أولاً اندفاع الماجما اسفل الغلاف الصخري القاري فيتقوس ويتشقق. شوف الماجما كيف عماله تنتفع من هنا، وهنا بصير في عماله تشقق. لو
نكبر الرسم شوي، شوف كيف التشقق بصير عماله بالغلاف الصخري، تمام؟ طيب، تكون حفرة الانهدام، بلشت الحفرة بالتكون، تمام؟ طيب، نرجع نصغر الصورة شوية. طيب، استمرار الماجما بالاندفاع، هاي واحد، اثنين، ثلاث، استمرار الماجما بالاندفاع للأعلى، مكون الغلاف الصخري محيطي جديد، يملأ بالماء، فيتكون بحر ضيق ويشكل كل جزء من الأجزاء المتباعدة الصفيحة مستقلة، هاي أصبحت صفيحة، وهي أصبحت صفيحة، وما بينهما بحر محيط طيش. تستمر الصفائح بالحركة التباعدية فيتكون محيط واسع. يعني مثال على ذلك من الحدود التباعدية البحر الأحمر، الصفيحة العربية ابتعدت عن الصفيحة الأفريقية، كونت لحفرة انهدام، هاي الحفرة كانت مشمولة مع البحر الميت، أعطتني ما يسمى بالبحر الأحمر، وبعد ذلك ممكن يصير المحيط أو محيط البحر الأحمر أو محيط الأحمر. كيف؟ لأنه أنا هذا المحيط أو هذا البحر ما زال يستمر بالتوسع. طيب شوف الرسمة اللي معنا، شوف الرسمة هاي، الرسمة هاي تحكي لك أنه هاي الصفيحة العربية اللي هي شبه الجزيرة العربية تقريبا مع بلاد الشام مع العراق، وممتدة لأجزاء من تركيا وإيران، والصفيحة الأفريقية أجزاء من فلسطين ومصر وجزء من قارة أفريقيا. هاي الصفيحة صار في عندنا عملية تباعد من هون وعملية تباعد من هون، فبالتالي تكون البحر الأحمر، والبحر الأحمر ما زال يتوسع بمعدل 2 سنتيمتر لكل سنة. هذا معدل توسع قاع البحر الأحمر. ليه؟ لأنه ناتج من صفيحة تباعدية، ناتج من صفيحة تباعدية. طب نراجع سريعا الصفيحة التباعدية، نراجعها من خلال الرسمات. أول شيء اندفاع ماجما أسفل الغلاف الصخري، تكون حفرة انهدام، استمرار الماجما بالاندفاع مما يؤدي إلى تكون بحر ضيق ويشكل جزء من أجزاء المتباعدة كل من واحدة على حدة اللي هي صفيحة جديدة، وتستمر الصفائح بالحركة التباعدية فتكون محيط واسع. طبعا مثال عليه البحر الأحمر الذي نتج من تباعد الصفيحة العربية من الصفيحة الأفريقية، هاي الصفيحة التباعدية أو الحركة التباعدية. نيجي على الحدود المتقاربة. الحدود المتقاربة فيها نوعين، الحدود المتقاربة، الحدود المتقاربة في عندي حدود غوص وفي عندي حدود تصادم. حدود الغوص كمان في نوعين، كمان في نوعين، إذا كانت عندي محيطية مع محيطية، وإذا كان في عندي محيطية مع قارية. طب هون قارية مع قارية، تمام؟ إذا قابل الصفيحتين محيطية مع محيطية هذا نسميه حدود غوص متقاربة. إذا كان في عندي محيطية مع قارية حدود غوص متقاربة. إذا كان في عندي قارية مع قارية حدود تصادم متقاربة. نشوف ونقارن بيناتهم الثلاث، ونقارن بين الأشكال الناتجة. تعرف الحدود المتقاربة بأنها الحدود التي تختلف فيها صفيحتان بعضهما من بعض، واعتماداً على أنواع الصفائح المتقاربة تختلف المظاهر الجيولوجية الناتجة. بناءً على الحدود والصفائح المتباعدة المتقاربة تختلف بالنواتج والمظاهر الجيولوجية الناتجة. كل واحدة إلها مظهر جيولوجي معين، هنا راح نشوف جبال الهملايا، هنا راح نشوف جبال بركانية، هنا راح نشوف مثلاً الجزر البركانية، فكل صفيحة تقترب من صفيحة أخرى باختلاف أنواعها راح تختلف النواتج اللي عندي. أول شيء حدود الغوص، حدود الغوص حكينا إما أن تكون صفيحة محيطية وصفيحة محيطية، أو نوع آخر صفيحة محيطية مع صفيحة قارية، إذا هاي إلها نوعين. تنتج حدود الغوص من تقارب صفيحة محيطية من صفيحة محيطية أخرى، فتغوص الصفيحة المحيطية الأكبر عمراً والأكثر كثافة تحت الصفيحة الأحدث عمراً والأقل كثافة، مما يؤدي إلى تشكل وادي ضيق، هذا النتيجة الأولى، وعميق، ويتكون في منطقة الغوص الذي يسمى الأخدود البحري. يعني أنا عندي هنا بالرسمة ممكن توضح لكم أكثر، هنا صفيحة محيطية وهنا صفيحة محيطية. طب يا أستاذ أنا شو بدي أعرفني مين اللي الأكبر عمراً؟ دائماً قلنا لكم الأكبر عمراً والأعلى كثافة هي اللي راح تغوص، فهي راح نكتب جنبها أكبر عمراً وأعلى كثافة، وهنا راح تكون محيطية اللي هي أقل عمراً
وأقل كثافة. فبالتالي دائما ابدا حكينا لكم اي اثنين بيلتقوا مع بعض مواد هي الاعلى كثافه راح تغوص تحت الاقل كثافه. فتكون عندي ما يسمى بالاخدود البحري، هذا هو الاخدود على امتداد المكان هذا، اخدود بحري، والجزر بتكون اللي هو نتيجه الرسوبيات اللي كانت عندي في المحيطيه. فبالتالي هذا هي الصفيحه المحيطيه، مع الصفيحه المحيطيه حدود بنسميها غوص تقاربية. تمام؟ طيب شوف النوع الثاني، النوع الثاني وقد تنتج حدود الغوص من تقارب صفيحة محيطية مع صفيحة مقارية. شوف هنا طيب، فتغوص الصفيحة المحيطية الأكثر كثافة تحت الصفيحة القارية. هيا تعالوا نرسمها بالرسم، طبعا دائما الرسم هو الأوضح، هيها موجودة. أنا عندي هنا صفيحة قارية وهنا صفيحة محيطية، هاي اقتربت، اذا اعلى كثافه راح تغوص تحت الصفيحه القاريه، فبالتالي بتغوص الصفيحه المحيطيه تحت القاريه الاقل كثافه، من يؤدي الى تشكل الاخاليد، ايضا راح يكون في عندي اخدود بحري، وتنفصل الصفيحه المحيطيه مع رسوبيات قاع المحيط المتجمعه فوقها، مكون الماجما تندفع الى الاعلى وتشكل سلاسل جبليه. هاي الماجما اللي هنا اللي ظلت او الموجوده مع الرسوبيات اللي جايه من المحيطيه تندفع الى الاعلى مكونا سلاسل جبليه بركانيه. هاي اذا كانت غوص تقاربيه من ايش؟ صفيحه محيطيه مع قاريه. شوف شو بصير، تنصهر الصفيحه المحيطيه مع الرسوبيات، هاي النقطه الثانيه. اول شيء غاصت الاعلى كثافه تحت الاقل كثافه، اثنين تنفصل الصفيحة المحيطية مع رسوبيات قاع المحيط المتجمعة فوقها مكون الماجما تندفع إلى الأعلى وتشكل سلاسل جبلية. هاي اثنين. نيجي على الحدود الثانية، حدود تصادم اللي هو النوع الثاني. حدود التصادم اللي هو الشق الثاني من الحدود التقاربية. عندي صفيحة قارية مع صفيحة قارية، قارية مع قارية، لأن النوع الأول محيطية مع محيطية أخذناه بحدود الغوص فوق. طيب تنتج حدود التصادم عند تقارب صفيحة قارية من صفيحة قارية أخرى، يوم يؤدي إلى تصادمهما وطي الصخور. إذا ما بيصير في غوص هنا، بيصير في طي الصخور إلى الأعلى. هذه كان في واحدة تنزل تحت الثانية، هيها صفيحة محيطية تحت صفيحة محيطية، هاي كانت أكبر كثافة. صفيحة محيطية تحت صفيحة قارية برضو أكبر كثافة. الآن الصفيحتين القاريات نفس الكثافة، فتصير تصادم وترتفع للأعلى، تصادم وترتفع للأعلى. ثم تكون سلاسل جبلية هياتها، ومثال عليها تشكل جبال الهملايا نتيجة تصادم صفيحة الهند أستراليا مع صفيحة أوراسيا. هاي صفيحة قارية مع صفيحة قارية وتكون سلاسل جبلية. طيب نيجي على آخر موضوع اللي هو الحدود الجانبية، تسمى الحدود التي تتحرك فيها صفيحتان بعضهما بجانب بعض أفقيا في اتجاهين متعاكسين، مش ابتعدوا هيك ها تمام، ولا اقتربوا هيك باتجاه بعض، لا جانبي، الحركة كانت جانبية. هي الورقة ها، هيها هي الورقة وهي التليفون، حركة جانبية، مش ابتعدوا هيك طلع، هاي الحركة تختلف عن هاي الحركة. تمام، هذا بنسميه حركة على مستوى الصدع، هذا مستوى الصدع، هذا مستوى الصدع، صار في تحرك جانبي فأدى إلى تكون الحركة الجانبية. ومن أشهر هاي الحركات اللي هو تكون صدع البحر الميت وصدع سان أندرياس اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا بحيث تحرك الصفيحتين أو تتحرك الصفيحتين على طول صدع الفاصل بينهما. ومن الأمثلة على الحدود الجانبية صدع البحر الميت التحويلي، طلعونا على الرسمة طلابنا الأعزاء. طبعا هون هاي من الشطبل إنه لأنه هاي الحركة كانت تمثيل للحركات السابقة. طيب إذا هنا في عندنا حركة جانبية، هاي للأعلى وهاي للأسفل، وهذا اللي صار مع الصفيحة العربية مثلا مع الإفريقية مكونا صدع البحر الميت التحويلي اللي موجود بيناتهم. طبعا المرة الجاية إن شاء الله راح ناخذ اللي هي علاقة حدود الصفائح بالزلازل والبراكين تقريبا، وبننهي في الدرس اللي ضايل لنا، وبنبلش بالدرس اللي بعديه اللي هو بيتكلم عن تقريبا الموارد وموارد طبيعية اللي تشكلت نتيجة العمليات التكتونية.
فإن شاء الله رب العالمين راح ننزل لكم ورقة عمل بهاي الدرس أو بهذا الموضوع، وننطلق فيكم إن شاء الله أو إلى أن نلقاكم بالحصة القادمة. دمتم بألف خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.